السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال ثالثة ثانوي 2020 وفيديو جديد. طيب ده هيبقى فيديو نفسي أكتر من المذاكرة والكلام دوت، في مشاكل اتبعتت لي كتير جدا، اللي هو أنا بطلت أذاكر، أنا بقالي أسبوعين ثلاثة شهر ما بذاكرش. أذاكر ليه؟ مع الناس اللي بتذاكر ما بتجيبش مجموع، واللي ذاكر جاب، اللي ما ذاكرش جاب مجموع، وتانية ثانوي وتالتة ثانوي ومش عارف ايه، وحوارات كده كتير يعني. فعليا الناس اللي بتدور على الفيديو ده، والناس بقى اللي داخله دلوقتي الفيديو وعندها حماس جدا، ايه ده ده اهو انا اهو انا اهو وبتاع بقى وبتاع، الناس دي فعليا ما بتبقاش، يعني مش كلها اكيد، ما بعممش الا من رحم ربي، بيبقى في اغلب الناس دي بتبقى داخله بس ان هي عايزه شماعه، عايزه شماعه. ده في ناس بدأت في شهر 3، فأنا هذاكر في شهر 3 وأجيب 99%. لا يا حبيبي، الفيديو مش معناه كده خالص، أنت عايز شماعة، لا، فالفيديو ده مش شماعة ليك خالص، الفيديو ده بيقول لك فوق واصحى، في ناس شغالة وناس بتجتهد وناس بتعافر وأنت بتدور على شماعة، يعني شتان. بس أنا زي ما أنت بتحب، تحب التجربة هجيب لك التجربة واديها لك ايه وكل حاجة وزي الفل وكل مية مية خالص، وهقول لك المغزى في الاخر برضو ولا يهزك، يعني تابع معايا، ولو حد بيحب التجارب زيك ابعت له الفيديو وشيره واعمل كومنت لطيف لذيذ، ما بحبش الشتيمة يعني، بس عايز تشتم هتناقش شوية، بس ممكن كنت تنتقد، يعني انت ممكن تنتقد ايه السلبيات في الفيديوهات، في فيا انا شخصيا عادي، لو عايز انزل احلق شعري قشطه ماشي، ما عنديش مشاكل. بس انما الشتيمه دي انت كده يعني كده يعني. وصل لي من فتره حوالي شهر كده قصه بنت اسمها مريم مصطفى تقريبا في طب القصر، و قصه غريبه الصراحه، بتبين قد ايه الثانويه مش عايز اقول تافهه قد ما هي مقدور عليها ومش بالتهويل اللي بيحصل ده. فيا رب ان شاء الله تستفيدوا منها، وشيرز بقى ولايكات وكومنتات وكل الحبشتكنات. نبدأ القصة. هي بتقول في الوقت دوت السنة اللي فاتت، مش عارف ليه الساعة 2 بالليل، بس anyway في شهر 3 بتقول قاعدة بعيط على إهمالي وتقصيري كالعادة كأغلب الناس، حاسة بالعجز وصحابي بيشتكوا من اللي نسيوه وهي ما فتحتوش أصلا. تمام. لقيت بابا داخل عليا الأوضة وأنا بعيط، فقال لها هاتي ورقة وقلم وتعالي عاوزك. قعدت معايا، قال لها أنت عندك كام مادة؟ قالت له 7 مواد. حاجة جميلة جدا. قال لها مصعب الدنيا ليه كده؟ ولا يهمك خالص، هتذاكري وهتوصلي. تمام. قال لها فاضل قد إيه على الامتحانات؟ قالت له 96 يوم، معرفش الفترة دي يعني لسه قدام شوية كمان. قال لها يا دي بلاد بتتبني وتتهد في 96 يوم، ده عيشة كاملة أصلا. بقى عندي 7 مواد في 96 يوم. قال لها الإنجليش كام وحدة؟ قالت له 18 و8 فصول قسم. الأحياء كام صفحة من كتاب المدرسة؟ قالت له حوالي 100، والجيولوجيا والكيمياء هكذا، وحوالي 16 درس فيزياء. يعني اللي هو على فكرة الطريقة دي من أنجح الطرق اللي أنا استخدمتها في حياتي عموما في المدارس أو في الكلية وكده، إن أنا عندي وقت وعندي عدد، العدد على الوقت بس يعني بكل سلاسه. فباباها قال لها واصحابي كل هبل من اول السنه بيذاكروا. بيحفزني يعني. قال لها هتقعدي من الدروس في البيت لعند اول شهر 5. حلو جدا. كل يوم الصبح 4 ساعات، وحده وفصل انجلش وحل عليهم 100 100، صفحه وش وظهر من الكيمياء والجيولوجيا والاحياء كده من 4 الفجر لحد 12 الظهر، وبعد كده من 12 ل 5 المغرب على اليوتيوب هتسمع درس فيزياء وتحل عليه، ومن 5 المغرب ل 10 بالليل نص فرع في العربي، معرفش ايه نص فرع بس anyway يعني حاجة يعني بلك كبير، يعني مثلا 3 4 دروس مثلا في القراءة أو نصين مثلا، فترة كبيرة يعني، ده 5 ساعات مثلا. وكمان وقت ترفيه من 10 ل 12 بالليل هتلعبي على الفيس، بس هتلغي جروبات الثانوي عشان ما تحبطكيش. خلال شهر بس، خلال شهر بس كانت مخلصة كل المواد، وبعد كده من أول 4 بدأت حل امتحانات بعدد شعر راسها ما شاء الله يعني. فاللي هو شهر واحد، شهر يعني معسكر السنين،
قاعده في البيت وزي ما التقسيمه اللي هي كاتباها. وطبعا كل واحد قدراته، يعني ممكن الحوار يزيد يقل مع ناس، بس انا بنقل لكم تجربه عشان ابين لكم ان الثانويه العامه دي مش غريق، لا في ناس بتعدي منه. بتقول خلصت 4 كتب في كل ماده، لاني كنت بمسك كل يوم نص ماده مراجعه وعليها وحل عليها من اربع او من اربعه شهر اربعه، ومن اول 5 حليت لعند اول 6 حوالي 50 بوكلت غير اللي حليته ايام الامتحانات كل ماده، وفي الاخر جابت 99.7 ودخلت طب القصر، وهي اصلا مش شرقيه ما شاء الله. كانت من اول 500 على الجمهوريه، فعشان كده عرفت تختار يعني. بس وبتقول تاني ان هي عمرها قبل كده ما عدت 80% في السنين اللي قبل كده، وبتشكر باباها جدا، وبتقول على فكره هو بابا مش متعلم بس هو كان عارف او بيسمعهم يعني، هي واصحابها وبيتكلموا في ايه السهل وايه الصعب وكده يعني. بس يعني هي قصه يعني انا بالنسبه لي منطقيه جدا وممكن وبتحصل، وكل واي حاجه في الثانويه العامه ممكن تحصل على فكره. بس بالنسبة للناس تانية ممكن تبقى حاجة خيالية. ليه؟ لأن هو شاغل نفسه بتفكير بحاجات تانية خالص، يذاكر يوم ويبطل 10 ويقول لا وأنا ما بلحقش ليه، ينام. الثانوية يا جدعان عايزة مصابر. الشاهد من القصة دي كلها إيه؟ إن الثانوية العامة دي مش بعبع، ولا هي غريق، ولا هي الناس بتدخل تموت فيها، ولا لازم تذاكر من أول السنة عشان تنجح. عادي في ناس بتذاكر من أول سنة وتجيب، مفيش مشاكل خالص، بس مفيش خط مستقيم يقول لك أنت اعمل 1 2 3 4. لا أنا إيه السبب اللي أنا بعمل بجيب فيه أصلا التجارب دي؟ بقول لكم إن مش كنت لازم كل الناس تبقى زي، مش زي، مش لازم كل الناس تبقى زي مصطفى الخواص عشان هو مش عارف إيه، لا خالص، ولا الناس كلها تبقى زي مش عارف الدكتور مين، ولا الدكتور فلاني، ولا المهندس العلاني خالص. بس واتمنى يكون حد استفاد من القصه او التجربه ديت، وشير الفيديو بقى مع صحابكم ولايكات وكومنتات، ولو عايزين نتكلم عن اي حاجه ولو حد عنده اي تجربه يقولها لي، يبعت لي على بيج الفيسبوك او على لينك الاسك تحت وجروب الفيسبوك تحت برضو لو حد محتاج اي مشاكل معايا. احلى حاجه في النموذج حوار ان انا زي ما قلت في الاول عدد معين في وقت معين وجدول معروف، واحط كمان بينهم فراغات عشان لو لا قدر الله مثلا حصل ظروف مش عارف ايه، بقى في براح في الجدول كده. بس انا في دماغي وعارف كل حاجه، يعني انا عارف ان هما 18 وحده على 18 يوم هيخلصوا، مفيش مفر يعني، مش هتطلع لي وحده زياده، لا لو خدت كل يوم وحده في الانجليش هتخلص. وانا برضو مقتنع بحاجه يعني بالنسبه للفيديو والتجربه، ان هو اكيد الحاجات دي مش كلها كانت اول مره مثلا تتذاكر في الشهر ده مثلا، لا اكيد كان في حاجات في خلال السنه دي كلها اتذاكرت مثلا، اتفتحت، نست، مش عارف ايه كده، ففي حاجات اكيد كانت بتعدي اسهل، في حاجات بتقف اكتر. ف برضه يعني مش حوار شهر بقى فخلاص الثانويه العامه تتلم في شهر كده يعني، عادي يعني، ده عشان التحفيز. طبعا هتقول لي وانا ليه غيرت التيشيرت، فانا بصور فعلا في يوم تاني، بس قلت كنت متردد ان انا انزل الفيديو دوت ولا لا، بس قلت واي نوت انزله واقول المغزى من وراه، مش شرط يبقى هي دي التجربه. عشان كده قلت يا جماعه انا مش شرط ان انا بقول لكم خلاص سيبوا بقى الدروس واقعدوا في البيت وهاتوا قسموا، لا عادي انت ممكن تبقى الشخص ده بس انت ماشي في طريقك عادي خالص، بس بتاخد امل والناس اللي بتحب التجارب، اللي هو في حد جاب 99 وبدا في شهر 2 او 3، في ناس وجبتهم لك اهو تجربة اهي زي اللي انت بتحبها خالص يعني، فاسترجل بقى كده ويلا ورينا همتك بقى. بس وبالتوفيق ودمتم عارفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش هيهتم بفشلك، لكن ملايين هيهتموا بنجاحك، ملايين هتتحول قصتك بالنسبة لهم لإلهام ومصدر أمل.